العظماء لا يرحلون، فهم يتركون ما يبقى خالداً أبد الدهر. تتناقل الأجيال سيرتهم غضة حية، كما لو أنهم يعايشونها لحظة بلحظة. الرمز الذي لا يغيب، رجل التحولات وصاحب القرارات في زمن التحديات، صانع التاريخ، حكاية تروى بلسان النجاحات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ولد الشيخ زايد في 6 من عام 1918، وهو مؤسس الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها. درس القرآن الكريم على يد الشيوخ في عمر 5، بالإضافة إلى تعلم الحديث النبوي الشريف واللغة العربية. حكم الشيخ زايد مدينة العين عام 1946، وعمل جاهداً على تطويرها. تم تعيينه حاكماً لإمارة أبوظبي في عام 1966، وقد شهدت الإمارة خلال فترة حكمه قفزة نوعية على مختلف الصعد. في عام 1971 وحدت الدولة بالتعاون مع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، ويعتبر مؤسس أول فيدرالية عربية حديثة. أعطى الشيخ زايد الكثير من أولوياته في بناء المشاريع السكنية، وذلك عندما أمر وزارة الأشغال العامة لعمل إحصاءات عن عدد المساكن المطلوبة، إلى أن أنهى بناء 17,000 وحدة سكنية. لم يكتفي بمسيرة تطوير داخل البلاد، بل وسع بأفقه خارجاً، فكان أول من طرح رأيه لعمل مجلس التعاون والذي يجمع بلاد الخليج العربي، وتم تنفيذ الفكرة في العام 1981. استطاع الشيخ زايد الوقوف بجانب مصر وسوريا في حرب أكتوبر من العام 1973، كما ساند لبنان عن طريق عقد اجتماع عربي كبير في العام 1980 لمنع حدوث الحرب بين الشعب اللبناني، وعقد اجتماعاً لدولتي الكويت والعراق، وذلك عندما أرادت العراق استعمار الكويت، كما عقد المصالحة بينهما وقام بتجميع الأسر الكويتية وقدومها إلى الإمارات، كما تدخل عندما بدأت الحرب تشتعل بين الشعب اليمني بداية عام 1994، واستطاع الدخول إلى حلف الناتو، وذلك من أجل الحرص على الأمن والأمان بدولة كوسوفو، وذلك في عام 1998. شارك في ترميم سد مأرب، كما أنه ساهم في زراعة الأراضي عن طريق توصيل قنوات المياه لها. قدم الشيخ زايد خلال حياته أروع الأمثلة في التآزر الإنساني، وكان سباقاً في تقديم العون والمساعدة لكل محتاج، وهذا ما خلد اسمه في مسيرة العطاء الإنساني، فارس الإنسانية في العصر الحديث وباني نهضة دولة الإمارات. بقيت سيرته مشرقة نقشت حروفها في قلب كل إماراتي، سيرة رجل وهب نفسه لهذا الوطن وأبنائه. وكل ما عملته ما هو إلا لهذا الشعب ولهذا الوطن، ليسعد شعب هذه الدولة ويرى ما عمل لشانه وقدره.